كان الإمام سلام الله عليه يحرص دائما أن الإنسان لما يعطي يكون يأخذ، ما يصير العطاء يذهب هدرا. أنت إذا واحد وتقابلك عشرات آلاف، طبعا ما يكلفك الشارع في مثل هالحالة، لأن هاي حالة معناه تضيع طاقة، هدر ذب دماء بلا نتاج بلا عطاء، إلا في حالات معينة. حالة معينة شنو؟ الحالة المعينة أحيانا تكليف من السماء، كأنه السماء تلاحظ أن الإنجاز قسمين، مرة إنجاز فعلي ومرة إنجاز بعد ذلك. افرض واقعة الطيف، واقعة قد واحد يقول لي الحسين كل ما عنده 70 طلع قابل 70 ألف، شنو المبرر للحسين؟ شنو المبرر؟ أن الإنجاز كان غير فعلي، الإنجاز كان مو فعلي، كان إنجاز بعد ذلك. بتعبير آخر، أراد الله أن يزرع دماء الحسين في مشاعر الأمة لتنتفض على الباطل، وفعلا زرعها ونمت ونمت ونمت، وإجت الثورات من بعد تتالت. كان إنجاز غير فعلي، ولا ما نقدر نحمل الحسين على إلقاء النفس بالتهلكة أبدا. لكن كأن الإنجاز مرة يكون فعلي ومرة بعد ذلك. فالإمام سلام الله عليه تكليفه يظهر أن كان يرعى الساحة، يشوف أن الساحة بها قابلية على لقاء العباسيين، يوم ما بها قابلية، شوف لا، أن الساحة ما كان أكو بها قابلية.